في عنده اختيارين، أو عم يمر بمفترق طريق حاليا وعم يحاول يختار أو يوازن أو يعادل بين شيئين، ممكن بينك وبين الشغل، ممكن بينك وبين شخص آخر أيضا. طيب نشوف شو هي طاقتكم المشتركة حاليا، وشو ممكن يكون بعض من أسباب الخلافات اللي بينكم حتى تفهم الوضع أكثر. ريجكشن، ففي شخص أو في عم تحسوا إنه أنتوا مرفوضين من قبل الطرف الآخر، لأنه الطاقة هاي مشتركة، فأنت عم تحس بالرفض منه وهو أيضا عم يحس بالرفض منك. عم شوف إنه أنتوا شوي مشوشين تجاه بعض، ما في عندكم طريق واضح، في عندكم عم تشتغلوا على العلاقة ولكن ما في عندكم شراكة بالشغل، يعني كل شخص عم يشتغل مجهود شخصي أو مجهود انفرادي. عم تحس إنه بدك يكون في شراكة أكثر بالعلاقة، بس الوضع بينكم مرات بيكون إيجابي ومرات بيكون سلبي متقلب كتير، لأنه مرات الوضع بيكون كتير منيح، عندك the sun card من أفضل الكروت بالتاروت، ولكن مرات في عندكم بيصير رفض لعروض الحب أو رفض لتقبل العواطف بينكم. في أيضا عندكم كتير اهتمام بالسلطة أو كتير يعني في شخص، أو ممكن أنتوا الاثنين بتحاولوا إنه تمشوا كلمتكم قدر المستطاع، في عندكم نزاع على السلطة أنت وهو. طيب نشوف خطواتك في المستقبل، أو ما هي خطوتك المستقبلية. عم شوفك عم تركز أكثر على هوم، على وضعك العائلي، على عائلتك، على أهلك، عم تحاول توفر لإلهم متطلباتهم. أيضا عم شوف إنه ممكن إذا أنت بعيد عن البيت عم تحاول إنه إذا أنت بسفر مثلا بعيد عن البيت عم تحاول إنك توصل إلى عائلتك، أو بالمستقبل البعض منكم تفكيرك رح يكون بأي علاقة بتفوت فيها تفكير إنه بدك تستقر أو بدك تلتزم مع شخص من أجل إنك تستقر، لأنه أنت أيضا بتحس إنه أو رح يجي شخص بحياتك بالمستقبل، مع إنه رح يكون في بينكم شوي نزاع بسيط بالحكي، ما في صراحة تامة رح تكون، إلا إنه أنتو رح تنظر لهالشخص وكأنه سولميت أو رفيق درب. عم شوفك بالمستقبل أيضا شوي منغلق رح تكون أو منعزل، لأنك عم تبحث عن إجابة لإشي معين. أيضا عم شوفك رح توفر من الناحية المادية، أو رح تكون متحفظ أكتر بمشاعرك، يعني مش رح تتسرع ولا رح تتهور لو في شخص جديد رح يفوت بحياتك. عم شوف إنك تتأنى باختيار القرار بينك وبين هالشخص. عم شوفك عم تركز على الجهة الروحانية وأيضا على الجهة المادية، لأنه في عندك كتير مخاوف، ما عم شوفك تتسرع باتخاذ القرار. طيب نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك في المستقبل. مبين إنه الحبيب أو الشريك اللي عندك كتير ريجيد أو بيحب يمشي على نمط معين، ممكن يكون مش مرن عقليا أو مش كتير متقبل آراء أخرى، فعم شوف إنه هو بالمستقبل رح يركز أكتر من ناحية إنه كيف يكون مرن أكتر، كيف يتقبل أفكار أخرى أكتر.
أيضا عم شوفه في عم يحاول يتخلص من عادات سيئة هالشخص، وهو بيشوفها بحاله، عم يحاول يبعد عنها قدر المستطاع. عم يحاول أيضا يبعد عن إنه مرات بيحكم على العلاقة بطريقة كتير جدية وطريقة كتير كتير حادة. أيضا هالشخص طلع عنده نفس الكرت اللي عندك هون، The Lovers. فهالشخص أيضا بينظر لإلك بالمستقبل، بيشوفك أو بده نوع من الارتباط معك، نوع من الالتزام معك. أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه في المستقبل بده بداية جديدة. عم شوف عنده Ace of Wands، فهو بيطمح إلى بداية جديدة بينك وبين هالشخص. ممكن هو أيضا يمر بمرحلة إنه لازم يختار شيئين أو ياخذ قرار بين شيئين معينين، شغل أو بين شخصين معينين. لكن عم شوفه بالمستقبل بده يتواصل معك أكتر، بده العلاقة بينكم تتطور أكتر أو يكون فيها انفتاح أكتر، تقبل أكتر. نشوفه بحاول يكون بالمستقبل مرن معك أكتر. طيب نشوف طاقتكم المشتركة في المستقبل شو هي. في عندكم تغيير رح يصير، انقلاب تام للأمور. يعني إذا أنتو مش عم تحكوا مع بعض حاليا أو في فترة انفصال، البعض منكم اللي بيحس إنه العلاقة مش رح تتصلح أبدا أو ما في إلها نهاية أو مستحيل إنه أكون مع هالشخص، هالكرت بيحكي مثل تغير 180 درجة. أيضا في عندك Ace of Wands نفس هالكرت، يعني في عندكم بالمستقبل بدايات جديدة، The Sun card. الوضع بينكم في المستقبل رح يكون إيجابي أكتر من هيك، أكتر من اللي أنت عم تمر فيه حاليا، برغم إنه أنتوا مريتوا بصعاب بالماضي وكان في بينكم كتير لخبطة بالماضي وكتير تقلب بالعلاقة، إلا إنه بالمستقبل في عندكم بدايات جديدة بالعاطفة، برج الحوت. أيضا قبل ما تكمل بدي أحكي لك شو الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها. ممكن عم تتعامل مع أبراج نارية، أبراج مائية، أبراج هوائية. ممكن عم تتعامل مع برج الميزان أو برج الجوزاء، برج الجدي أيضا، ولكن ممكن يكون أي برج آخر. أنا دائما بنسى أحكي الأبراج لأنه بركز أكتر على الطاقة، إنه ممكن يكون مش نفس الأبراج اللي عم بحكيها، ولكن الطاقة اللي عم تطلع من هالشخص هي هالطاقة اللي موجودة عندي. فنكمل طاقتكم المشتركة. برغم الصعاب اللي مريتوا فيها بالماضي، إلا إنه عم شوف في تطور كتير ملحوظ في المستقبل. أيضا في تواصل سريع رح يصير بينك وبين هالشخص، وفي عندكم رح يصير نضج كتير من الناحية العاطفية. يعني بالماضي ممكن الوضع بينكم كان ملخبط أكتر ومتقلب كتير، بالذات من ناحية برج الحوت لأنه عندك Nine of Swords، فأنت كنت كتير في عندك مخاوف تجاه الشخص وتجاه العلاقة. عم شوف في عندكم نضج عاطفي أكتر بالمستقبل، في تواصل سريع رح يصير بينكم، في تفاهم أكتر رح يصير بينكم. بما إنه الطاقة هاي مشتركة بينكم، فأنتوا رح توصلوا إلى نوع جديد من البوندينج أو نوع جديد من الترابط، بمعنى إنه أنتوا رح توصلوا إلى مرحلة تكونوا فيها مستعدين إلى إنه تواجهوا مع بعض التحديات اللي ممكن يعني تيجي في طريقكم.
أوكي حبايبي برج الحوت، معليش كانت قراءة قصيرة، ولكن الكروت عندي كتير كتير واضحة، يعني ما حسيت إنه فيها أي إشي بحب إني أوضحه أكتر أو أتعمق فيه أكتر. يعني الطريق عم شوفه أو خطواتك وطاقتك كتير واضحة مع هالشخص، الأوراق كتير بتركب مع بعض كتير واضحة. أوكي يا حبايبي برج الحوت، فهاي كانت قراءتي لبرج الحوت، بتمنى إنه القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب وتفعل جرس الإنذار لحتى يوصلك كل جديد. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم.